السلام عليكم خواتاتي وخوتي، تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وان شاء الله بصحه جيده. وهاد الفيديو يلقاكم في احسن الظروف. اليوم غادي نقترح عليكم واحد الوصفه جد سهله للمبتدئين والمبتدئات وتجي لذيذه بزاف. عباره على ركيبات ديال الدجاج مشويين اما في الفرن ولا في فوق الشوايه الكهربائيه ولا فوق من ولا على الفحم. هنايا خديت واحد الكيلو ديال الركيبات، نقيتهم مزيان ودرت لهم الملحه والحامض، خليتهم واحد ربع ساعه ومن بعد نقيتهم مزيان ودرت فيهم فليحات بالسكين. فلحتهم بالسكين باش الشرمولة تدخل ليا دغيا ويطيبوا ليا بسرعه فوق من الا كنت نشويهم على الفحم. غادي نحتاجوا العطريه ملعقه صغيره كل من الملحه وسكينجبير، الخرقوم، الكوري، وقزبر مطحون حبوب. هنايا ملعقه صغيره من كل من هاد العناصر، واحد ربع ملعقه صغيره ديال الفلفل الاسود الابزار، وملعقه كبيره ديال خليط من الزعتر والزعتره والثوم القصبي، ملعقه صغيره من سكينجبير طري محكوك، وجوج فصوص ديال الثوم. هنايا ملعقه صغيره كما تتشوفوا، وجوج فصوص ديال الثوم، واحد ملعقه كبيره من صلصه الصوجا، وملعقه كبيره من زيت الزيتون. وغادي نزيد واحد نص حامضه معصوره، هنايا ما نسيت ما حطيتهاش مع المقادير ولكن غادي تشوفوني غادي نضيفها في الوصفه. غادي ناخد واحد الاناء يكون شويه كبير وندير فيه هاد الدجاج. انا تنأكد باش انكم تفلحوه من الداخل باش يطيب لكم بسرعه. غادي نزيد البهارات ديالي، هاد العطريه كلها، غادي نزيد الفلفل الاسود، سمحوا لي، غادي نزيد زيت الزيتون، هنا هذيك الثومه غادي نعصرها بهذه الطريقه ولا حكوها في الحكاكه الرقيقه. هاد الوصفه راه تجي لذيذه، ما تردوش انكم تجربوها وسهله. ويمكن لكم هاد الدجاج تخليوه اما واحد ساعتين في الثلاجه، ولا خليتوه ليله راه مزيان من الاحسن. هو كل ما بقى كل ما تيجي لذيذ، ولكن تنأكد لكم انا هنايا خليته غير ساعتين وجا لذيذ بزاف. ماشي تقولوا خصنا ولا بد نبيته في الثلاجه، حتى غير ساعتين الدجاج تيشرب هذيك العطريه وتيجي لذيذ. غادي نزيدو هذيك صلصه الصوجا مقدار واحد الملعقه كبيره. وهنا في هذه المقادير ماشي مشكل الا ما كانتش عندكم شي حاجه من هذه المقادير، راه ماشي حيت ما كاينش عندكم صلصه الصوجا راه الوصفه ما غاديش تصدق، ولا ما كاينش عندكم سكنجبير زنجبيل طري راه ما غاديش تصدق. لا ماشي مشكل، هادو اضافات كل ما ضفنا تجي ألد، ولكن حتى الى نقص واحد العنصر ولا جوج الوصفه تتبقى مزيانه. زدنا هذاك النص نص حامضه معصره، العصير ديال نصف حامضه معصره، ونخلطوا هاد العناصر جيدا. نحرصوا على ان هذيك العطريه تدخل مزيان في الدجاج. وغادي فاش نخلطوا هادشي غادي نغطيوه ب هذاك الفيلم اليمونتير بلاستيك غذائي وندخلوه للثلاجه. وانا هاد الدجاج غادي طيبته في الفرن، كاع ما شويته، كنت عوالا نشويه على الفحم، ولكن هاد النهار كان عندنا الجو كانت الشتا ما قدرتش نشعل الفحم، طيبته غير في الفرن. وان شاء الله غادي نقترح عليكم حتى واحد سلطات سهلين اللي رافقت معهم هاد الركيبات ديال الدجاج. صافي هنا كيف ما تشوفوا تنغطيو هاد الاناء وغادي نخشيوه في الثلاجه. غير جربوها، انا نتيقن انها فكره رائعه. هنايا غادي نقترح معكم واحد السلطه ايطاليه تجي زوينه بزاف تتعجبني ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. عندي هنايا الخس فرشته في الصحن، وخديت واحد المطيشه قطعتها طماطم قطعتها دوائر،
وخديت واحد الكرة ديال الموتزاريلا. هنا كانت عندي هذيك موتزاريلا دي بوفالا، تجي الألد من الموتزاريلا العادية، وخديت واحد البازيليك، ورقة البازيليك حتى هما درتهم الوسط باش يعطي منظر، وحتى البازيليك عنده نكهة رائعة، وزينت بزيتون أسود، درت واحد رشاشة الملح، واحد رشاشة ديال البزار، الفلفل الأسود رشاشة. هاد السلطة تجي صيفية ولذيذة. وتنديرو واحد الملعقة كبيرة ديال زيت الزيتون، تجي اون سلاد فخيش. هنا درت جوج معالق كبار زيت الزيتون، تجي زوينة، غير جربوها ان شاء الله وردوا عليا الخبر. وغادي ندير واحد الخويطات ديال هذيك الكريمة ديال فينيغ بالزاميك، كريمة خل البالزاميك، ان شاء الله غادي نشارك معكم. هنايا هاد الكريمة ديال البالزاميك تنشريها من محل دي ام من المانيا. دابا ان شاء الله شي نهار نشارك معكم جميع المشتريات اللي تنشري من دي ام ديال المانيا، عندهم مواد مزيانين بيولوجيك وباثمنة جد مناسبة. هنايا ان شاء الله غادي نقترح عليكم ايضا سلطة ديال الارز، سلطة الغنية عن التعريف في المغرب، جميع البيوت تعرفوها تيديروها، تجي لذيذة بزاف، سلطة الطفولة. عندنا هنايا واحد الكوب كبير ديال الأرز، سلقناه، سلقته في الماء وشوية الملحة، وصفيته ودرت عليه الماء بارد حتى وخليته يتسقطر مزيان حتى بارد. ضفت عليه حك واحد العلبة ديال الطون، علبة ضفتها عليه، زدت عليه واحد البيضة مسلوقة، تنقطعوها على هاد الشكل، وزدت عليه شوية ديال المايس ومطيشة مقطعة، نقيتها وقطعتها، والزيتون، الذرة معلب، واحد الحك ديال الذرة معلب، وواحد وحدة طماطم مقطعة قطع صغيرة، وواحد شوية ديال الزيتون مقطع. هنايا هادو غير اقتراحات، حيت الواحد شي بعض المرات تيكون عنده بزاف لي غوسيت ولكن تينسى، ما تيبقى عارف ما يدير. هنايا اقتراحات باش تكون افكار. هنايا زدت واحد الملعقه كبيره ديال الجبن طري هاد الفخي، وملعقه كبيره ديال المايونيز، وواحد الملعقه كبيره ديال الخل، وشويه ديال الملح. شويه ديال الفلفل الاسود، وواحد شويه ديال الخل، ملعقه كبيره، ونخلطوا هاد العناصر كلها. انا ما كثرتش بزاف ديال المايونيز باش ما تجيش بزاف غنيه، درتها ملعقه كبيره ديال هذاك الجبن، تيجي شويه خفيف، تجي سلطه خفيفه. ونخلط العناصر جيدا، وها هي السلطه ديالنا جاهزه للتقديم. تنخلطوا العناصر، تنتمنى هاد الاقتراحات ديال اليوم ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وإلا عندكم شي تساؤل ولا بغيتوا شي وصفه علاش لا، ان شاء الله قولوها ليا ونقترحها عليكم. صافي هنايا تنخلط كل مزيان، ان شاء الله غادي نقدموها في طبق النهايه وتشوفوا كي جاوا جميع الوصفات ديال اليوم. Thank you.